مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد ايها الاخوه في الله، حياكم الله وبياكم في بيت من بيوت الله، اجتمعنا واياكم لنذكر الله ونتلو كتاب الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اسال الله الذي لا اله الا هو، الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا، ان كان لنا دعوه مستجابه في هذه الليله المباركه، في هذه الليله ان كتب الله جل وعلا في سابق علمه انها هي ليله القدر التي هي خير من الف شهر، التي قال الله تبارك وتعالى عنها: سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم ان كانت هذه الليله هي عندك قد كتبتها ليله القدر، اللهم يا حي يا قيوم اجعل لنا فيها اوفر الحظ والنصيب. اللهم انزل علينا عافيه من السماء تداوي بها اسماعنا وتداوي بها ابصارنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، فأي فوز وأي شرف
القوي الأمين. فكتب أبو بكر رضي الله عنه كتابا من بعده لعمر يقول فيه: من أبو بكر إلى عمر، وأنا في آخر أيام الدنيا، وأنا في آخر أيام الدنيا، وفي أول أيام الآخرة، فقيرا لما قدمت، فقيرا لما قدمت. يقول رضي الله عنه أنه ما قدم شيئا. والله جل وعلا يقول في كتابه جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى أن توعده الله في آخر السورة بوعد عظيم يريد أن يتطلب هذا الموعود كل مؤمن ومؤمنة. قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. إنه أبو بكر رضي الله عنه الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمانه رضي الله عنه بإيمان الأمة. دخل يوما محملا بماله كله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. وانظروا له في وفاته يقول: فقيرا لما قدمت، غنيا عما تركت. يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي والسلام. فقام عمر رضي الله عنه يطلب ميراث أبو بكر، فوجد ميراثه ثوبين وبغلة. أما الثوبين فقد كتب بهما كتابا لأم العفيفة الطاهرة الشريفة رضي الله عنها عائشة، قال لها في كتابه لها: قال يا عائشة، يا أم المؤمنين، إذا أتى في كتابي هذا فتصدقي بالثوبين، فتصدقي بالثوبين، فإن الحي فيها أولى من الميت، فلم يبقي لنفسه شيء رضي الله عنه وأرضاه. فقرأ كتاب عمر فبكى بكاء، فقال بعد بكائه: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر؟ تولى أمر الأمة رجل بعدهم يقال له عمر بن عبد العزيز بعد كتبة وزمن. فعندما حضرته الوفاة بكى أولاده عند رأسه، فقال لأبنائه: يا أبنائي، ابكوا علي أو لا تبكوا. ثمانية أبناء بكوا بين يدي والدهم، وقد كان ملكا عظيما يملك الجزيرة ويملك أرض اليمن وبلاد الشام ويملك أرض مصر. يقول عند وفاته: يا أبنائي، والله ما أبقيت لكم دينارا ولا درهما، والله فقد جعلت لكل واحد منكم ألف ألف دينار، قد جعلت لكل واحد منكم ألف ألف دينار. يقول الراوي: ولقد رأينا أبناء عمر بن عبد العزيز أمراء ووزراء وينفقون من أموالهم آناء الليل وأطراف النهار، وكانوا يسرجون
سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان عمر يأخذ كسرة الخبز اليابسة ويغمسها في الزيت، فإذا أكلها وصعد على المنبر في عام الرمادة كان بطنه يقرقر من شدة الجوع، فيضربه بيده ويقول: قرقر أو لا تقرقر، فوالذي نفسي بيده لا تشبع لا تشبع حتى يشبع فقراء المسلمين وأطفالهم. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما غنم المسلمون في عهده غنائم جاءوا بالمسك والعنبر من دولة البحرين، وقد غطيت في جرار ووضعت بين يدي عمر، فقال عمر: الله، لو أجد امرأة تزن لي هذا الطيب فأوزعه وأدخله في بيوت المسلمين. فقالت زوجته عاتكة رضي الله عنها: أنا أكفيك يا عمر. قال: يا عاتكة، إني أخاف من الله، إني أخاف من الله أن يوزن هذا الطيب فيبقى في يدك شيء منه فتمسحين به صدرك كذا وكذا، فيسألنا الله عنه يوم القيامة، أطبخوا علهم من بعد ذا أن يفرحوا.
فأتى منها بدهن وطحين، وسرى الفاروق خوفا النقمة في الدجى يحمل موت الصبية، وهو ممن بشروا بالجنة لا يرى في حمله من حقة بل قياما بحقوق المسلمين. قالت الأم اصبروا قد جاءنا ذلك الشيخ بما فيه المنى، ولقد يسره الله لنا، والأمير غافل عن حقنا في كتاب الله بالنصر المبين. رحم الله أبا حفص عمر، رحم الله أبا حفص عمر، وسقى بطعته صوب المطر، فلقد أبصرت أسلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر، وهو لشدة بكائه، فخرج إلى دار الخلافة ومعه ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما حتى جلسوا عنده، فأقبلت تلك المرأة بأطفالها وصغارها، فوقفت أمام عمر وإذا بابن مسعود وعلي رضي الله عنهما يقولان له: يا أمير المؤمنين، فاصفر لونها وتغير شكلها وارتعدت أطرافها. قال: لا بأس عليك يا أمة الله، لا بأس عليك يا أمة الله، أتدرين لم دعوتك؟ دعوتك لأشتري منك مظلمتك التي ظلمتك إياها بالأمس، وإني قد اشتريتها منك ب700 دينار. اكتب يا علي واكتب يا ابن مسعود. فكتب الكتاب وتناوله ابن الخطاب وأعطى ابنه عبد الله بن عمر وقال له: يا ابن عمر، إذا أنا مت فخذ كتابي هذا وضعه بين جسدي وكفني، ألقى الله به يوم القيامة، ألقى الله به يوم القيامة. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان قوم لا ثبات له فإنما هو في التحقيق خسران. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامر لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران؟ فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم أغف قلوبنا بالإيمان، اللهم أغف قلوبنا بالإيمان، وبلادنا وبلاد المسلمين بالخير والأمطار والأمان، وأرض أعمالنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال إخواننا في الشام، اللهم كن لإخواننا عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا، اللهم احفظ دماءهم واقبل شهداءهم، اللهم
بسوء، اللهم فأبطل بأسه، اللهم فأبطل بأسه ونكس رأسه وشدد بالخوف نعاسه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا به قاعدين واحفظنا به راقدين ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أعز إسلامنا وارفع أعلامنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.